مرحبا بكم مستمعي إذاعة لوتجي راديو ومشاهدي قناة لوتجي تي في. فقرة كيرويك، فقرة اللي كرافقكم من خلالها أنا عايشة وسكنت مجموعة من المواضيع اللي كتهم الصحة الجسدية والنفسية ديالكم. كاينة مجموعة من العادات الصباحية مستمعينا اللي كتأثر بشكل كبير على سير اليوم ديالكم، فكلما كانت تلك العادات صحية أكثر كلما كان الشخص ذو إنتاجية أكبر. لذلك فالمختصين دائما ما كيوصيو بعض السلوكيات البسيطة في الروتين الصباحي. إليكم مستمعينا 5 عادات صحية صباحية غتساعدك في أنك تكون أكثر إنتاجية طيلة اليوم. أجي نتعرفوا عليها جميع. أولا، عدم الرجوع إلى النوم بعد الدقائق بعد الاستيقاظ. سرقة بضع دقائق إضافية من النوم بعد سماع المنبه كتبدو فكرة مغرية جدا، إلا أن السلوك اللي يقوم به عدد كبير من الأشخاص يعتبر غير صحي سواء على الصحة الجسدية أو العاطفية. بحيث جسديا كيد الضغط على زر الغفوة إلى الشعور بالترنح والإنتاجية أقل خلال اليوم، ذلك أنك كتفيق راسك مرارا من نوع عميق خلال فترة قصيرة. أما عاطفيا فهذا السلوك يجعلك مهيئ للتأخير والعجلة والتوتر في الصباح الباكر، شيء اللي كيخليك تفقد الكثير من الطاقة اللي كتكون في الجسم ديالك وانت في حاجة لها على مدار اليوم. ثانيا، تجنب ما أمكن تصفح الهاتف المحمول. تصفح الهاتف في الصباح الباكر وخصوصا السوشيال ميديا كيجعلك تقارن حياتك الشخصية بحياة الناس وإنجازاتهم، شيء اللي كيخليك تدخل في دوامة من الأفكار السلبية. كما أن قراءة البريد الإلكتروني والرسائل النصية الخاصة كيحفز النقد الذاتي والأحكام في عقل الشخص، وفي هذه الحالة كيولي أول ما يفكر فيه الشخص هو الأشياء التي يجب عليه القيام بها، وأشياء يجب شراؤها، وأشياء يجب إضافتها إلى قائمة المهام اليومية. لذلك من الأحسن تجنب استخدام الهاتف باش هكذا يدوز النهار ديالكم مزيان. ثالثا، ضرورة تناول وجبة الإفطار. من بين أكثر الأشياء اللي غتخليك نشيط طيلة اليوم هو تناول وجبة الإفطار، شريطة أن تكون هذه الوجبة متوازنة بحيث كتوفر على جميع العناصر الغذائية اللي كيحتاجها الجسم لإنتاج الطاقة. ومن بين المكونات التي يجب أن تتوفر عليها وجبة الإفطار الصحية نجد المكسرات، الفواكه، الشوفان ومصادر الكربوهيدرات والبروتينات والكالسيوم. رابعا وأخيرا، شرب كميات وفيرة من الماء. أكثر ما يحتاج إليه الجسم عند الاستيقاظ ليس فنجان قهوة، وإنما شرب كميات كافية من الماء على الريق، ذلك لأن الجسم لا يستقبل أي سوائل لمدة 6 ساعات على الأقل، وبالتالي يكون معرض للجفاف بشكل أكبر. لذلك كنصحكم بشرب الماء بشكل كافي حتى لا تكون عرضة لنوبات الصداع أو التعب السريع أو ظهور الهالات السوداء تحت العينين. بهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية فقرة كيرويك. نضرب لكم موعد لا سومي بروجين، هادشي كامل على تيليتاتكم الرقمية لو تي جي راديو وكذلك على قناتكم لو تي جي تي في.